عقبال ما ريكاردو يرجع لنا ناخد الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيم، عشان كان في بعض الحالات المثيره للجدل تحكيميا في مباراه اليوم الزمالك وسموحه. يا كابتن جهاد مشرف ومنور كالعاده. كريم صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدينا الكريم. صباح الخير يا كابتن جهاد، دايما مشرف ودايما منور. هبدا معاك مباشره من الحاله الاولى اللي اثارت الجدل جدا، هي الحاله الاولى في المباراه، حاله ضربه الجزاء اللي طالب بها نادي سموحه، هل هي كانت ضربه جزاء صحيحه ام مش صحيحه؟ بص، الدقيقه الاولى يعني لعبه سهله، الحكم الفار استدعى حكم المباراه عشان يشوفها. الكره خبطت في رجل لاعب الزمالك لكن ما لعبش الكره، وبالتالي هو الراجل راح برجله فوت ان فوت داس على رجل على قدم لاعب سموحه، وبالتالي ركله جزاء سهله واضحه وصريحه، وحكم الفار جابها لابراهيم بصوره واضحه. كان لازم يحتسب ركله جزاء لسموحه وانذار للاعب نادي الزمالك، لان ده تهور واضح، وبالتالي خرج ابراهيم شاف الصوره ورجع بقرار خطا بعدم احتساب ركله جزاء صحيحه لسموحه. كابتن جهاد، تفتكر الكابتن ابراهيم شاف ايه خلاه ما يحسبهاش ضربه جزاء؟ يعني تخيلك بدماغ الحكم كده، يعني قدرها ازاي؟ هو يمكن يقول عشان الكره خبطت في رجل لاعب الزمالك، بس ده مش مبرر يعني. انا بقول لك اللعبه دي كمان، هقول لك الاصعب من كده يا ابراهيم. اللعب يا كابتن كريم، اللعبه دي يا كريم، لو حتى لاعب الزمالك نجح في لعب الكره وعمل اكسترا موفمنت، عمل حركه اضافيه بتدوس على القدم بالمنظر ده، هيروح برضه رجل جزاء. لكن هو راجل ما لعبش الكوره، الكوره ممكن تكون لمست رجله لكن ما لعبش الكوره، وبالتالي ركله جزاء صحيحه. مش عارف، ما فيش مبرر اقدر الاقيه ابراهيم ان هو ما احتسبش ركله جزاء. طيب الكره الثانيه هي كره ضربه الجزاء اللي احتسبت لنادي الزمالك، وكان ايضا فيها بعض الكلام والاحاديث، وكابتن احمد سامي حتى تحدث عنها. هنتكلم في اللعبه اللي قدامنا دلوقتي، انذار للاعب سموحه. الايد الممتدة في وجه لاعب نادي الزمالك، طبعا لاعب الزمالك بيطالبوا بكارت احمر على اساس ان في كوع، لكن الصوره قدامنا واضحه ان في ايد الذراع الممتد في وجه لاعب نادي الزمالك، ده يعاقب بانذار. يد في وجهه، وبالتالي ده انذار للتهور للاعب سموحه وقرار صحيح من ابراهيم، واللعبه لا ترقى اكثر من الكارت الاصفر. طيب الكره دي خد فيها انذار وشايفها قرار صحيح من الكابتن ابراهيم نور الدين. تمام. طيب الكرة اللي جاية هي كرة ضربة الجزاء. أي الكرة معانا يا كابتن جاد. طيب اللعبة دي يعني كلنا فوجئنا بصفارة طلعت بركلة جزاء، كانت في طبعا في هجمة وفرصة كبيرة للزمالك احراز هدف. فوجئنا بصفارة بركلة جزاء. احنا بندور، الحكم طبعا أشار إن هو ركلة جزاء للمسة يد. قعدنا ندور معاه في كل اللقطات، طبعا حكم الفار استدعاه، حكم الفار استدعاه عشان نشوف لمسه اليد. احنا وصلنا في صوره موجوده يا ابراهيم كريم ان اللي في لمسه يد موجوده، الايد المرتفعه ديت اللي موجوده دي، الكره لمست ايده قبل ما تروح للراس لدماغه، وبالتالي في سبورت، نعمل سبورت الحكم اللعبه لما راح شافها في المنظر ده. في لمسه خفيفه جدا حصلت بالايد، لو رجعناها خطوه ايوه في لمسه خفيفه حصلت بالايد. طبعا احنا بندور على زي ما بيقولوا كده ابره في كوم قش، بتدور على ركله جزاء بتدور عليها، فبالتالي احنا هنمشي مع شغل الفيفا. انت لو لقيت حاجه تمشي مع الحكم فيها وصبرت الحكم فيها هنمشي مع نفس الشغل الفيفا اللي بيحصل. لو لقيت حاجه مبرر للحكم كحكم فار ان ما تستدعيش الحكم وتمشي مع قراره لان ما فيش خطا واضح، وبالتالي تمشي معاه في قراره ركله جزاء، ودي همشي مع ابراهيم فيها انها ركله جزاء لصالح الزمالك، ولكنها في الاخر برضه عايز اقول لك انها ركله جزاء ضعيفه جدا، لكن همشي معاه في القرار بتاعه. يعني ايه ركله جزاء؟ كابتن جاهد، يعني ايه ركله جزاء ضعيفه جدا؟ يعني انا اقول لك اللعبه دي لو انت قعدت تدور عليها يا كريم، احنا قعدنا ندور عليها فتره كبيره يعني خمس دقائق، ندور يمين ندور شمال عشان توصل للقطه اللي هي حسب ركله جزاء. لمسه اليد دي موجوده، بس موجوده بصوره صعبه قوي، حتى حكم المباراه لو حسبها في الملعب وحسب احساسه مش باللمسه دي، لكن هربطها بهدف سموحه كريم. يعني الكره دي كان لازم عليه حتى لو فيها لمسه يد، ولمسه يد واضحه بالنسبه له، هو في زاويه ممتازه يعني. هو انا متاكد ان ابراهيم لو متاكد ان لمسه يد موجوده فهو شايفها بسرعه كويسه، مفيش مشكله. لكن كان لازم تستنى 3 4 ثواني، ده مش اتاحت فرصه. دي اسمها ديلي، اخر صفاره 3 ثواني 4 ثواني. الكره تتلعب من زيزو على الجول، لو دخلت جول
همشي بقى في الجون، ممكن ارجع بعد كده ركله جزاء لو انت متاكد من لمسه اليد اللي موجوده. نفس اللعبه حصلت مع حسام حسن. ثواني يا كابتن جهاد، ثواني يا كابتن جهاد، كابتن جهاد لو سمحت لحظه واحده معاك. هو الاول لو الكوره دي ما كانتش ضربه جزاء، يعني راح للفار ولقاها مش ضربه جزاء، فهنا كان هيبقى على الكابتن ابراهيم مشكله كبيره، كان مشكله كبيره طبعا، انه ما سابش الفرصه تكمل او عمل الديلي ان زيزو يسجل الهدف. يبقى انت ضربت الزمالك. هتبص هتلاقي لو جينا معاك هدف سموحه، هدف سموحه، هتلاقي اللعبه نفس اللعبه. انا بس لعب الكره في الجول. قبل بس ما اروح لهدف سموحه انا عايز امشي معاك واحده واحده. لا يا جماعه، قبل هدف سموحه خلونا في ضربه الجزاء عشان عايز اسال الكابتن جهاد على حاجه. طيب كابتن جهاد، انت قلت لي ضربه جزاء ضعيفه، ضربه جزاء ضعيفه، لو حضرتك حكم المباراه وممكن ما تصفرش في اللقطه الاولانيه، هتفهم ده لو رحت للفار كنت هتحسبها ولا لا؟ ما انا دلوقتي بتكلم على رؤيه حكم في الملعب يا كريم، ان هو الراجل شاف ان في لمسه يد. انا في لقطه معايا، في لقطه دي ارجع باللقطه دي لما نرجع بقى سكريم لورا. في لقطه معايا ان في لمسه بالايد الكاف اللي هو الاسمر ده، لمسه خفيفه موجوده. فانا كده كده الراجل احتسب القرار فهمشي معاه. لكن انا بتكلم هو احتسب ان في لمسه يد في الملعب، لما راح شافها جاب اللمسه دي وخدها كمبرر ليه ان احتسب بيها ركله جزاء، همشي معاه. انا صبرت ليه يعني؟ انا كحكم فار، ولا لو انا موجود في الفار والحكم احتسب ده اللعبه دي وشفت المنظر ده هبقى صبرت انا الحكم. انا متفاهم يا كابتن جهاد اللي حضرتك قلته ده بالظبط. انا بتكلم تمام. بقى كابتن جهاد هو اللي في الملعب، خلاص انت بتصبرت ابراهيم نور الدين وان هو خد قرار سليم انه ممكن يبقى ضربه جزاء. انت بقى وهي زي ما انت بتقول كده ضربه جزاء، بحسب وجهه نظرك ضربه جزاء ضعيفه، كنت هتحسبها ولا لا؟ لا انا شخصيا في الملعب بالمنظر ده استحاله احسبها طبعا. ما كنتش هتحسبها؟ لا استحاله احسبها طبعا. استحاله تحسبها؟ لا 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 يمكن، لان الكره ما تدورش على خطا يعني، تدور احنا دورنا عليه كتير جدا عشان نلاقيه. لكن انا بقول لك انا صبرت لابراهيم، لان في الفيفا يعمل كده. لو اللعبه دي في الفيفا كريم والايد بالمنظر ده واللمسه دي، لو حكم فار موجود على الفار يبقى صبرت الحكم مش هيجيبه يتفرج عليه. تمام، نشوف بقى الجول بتاع سموحه اللي حضرتك عايز تتكلم عنه. هنربط بقى باللعبه دي، اللعبه الجزاء دي، انت لو عملت الديلي 3 ثواني او 4 ثواني عشان زيزو يكمل اللعبه. حصلت في لعبه جون سموحه، حسام حسن لعب الكوره، هنا ركله جزاء موجوده على حارس المرمى، انت اصحت الدنيا استمرت اهي، ده الصح بقى ان اللعبه تستمر، في اللعبه الكوره اتلعبت اهي. في احتكاك حصل مع حارس المرمى، دخل معاه كده، دي ركله جزاء موجوده. لكن في الاخر احنا الصفاره اتاخرت. يعني لما عندي قرار بركله جزاء لازم اخر الصفاره 3 4 ثواني نستمر الكره تشوف الكره نتيجتها ايه. دخلت جون بمشي مع الجون، لو ما دخلتش جون برجع الصفاره بركله جزاء. هو ده كان لازم يحصل في لعبه زيزو. لو انت تحسب ركله جزاء كان لازم تعمل نفس المنظر ده اللي عملته مع سموحه، كنت تعمله مع الزمالك، هو ده الاصح في القرار لو هتحسب ركله جزاء لنادي الزمالك. صحيح. عايز اقول لك يا كريم، النهارده انا كلامي منتهى الامانه، احنا واحد في المنظومه التحكيميه وبغير على التحكيم زي اي حكم مثل او ارتدى رداء التحكيم في مصر. النهارده احنا بنتكلم 15 يوم اللي فاتوا مشينا 3 4 خطوات ايجابيه لقدام بحكام صغيرين ظهروا، وظهروا بصوره ايجابيه جدا، وكلنا كنا مشجعين التجربه ان في ناس ظهرت بصوره شكل كويس وماشيين، خدنا خطوات ايجابيه 10 15 يوم اللي فاتوا. النهارده رجعنا 10 خطوات لورا تاني، ونبدا النهارده الناس كلها بتتكلم على التحكيم، والناس كلها النهارده مستاءه من التحكيم، على فكره كل الالوان، يعني حتى مشجعين الزمالك النهارده برده مش مبسوطين من التحكيم. احنا بنتكلم النهارده في الناس كلها بتتكلم ان التحكيم النهارده غير مرضي تماما، فرجعنا النقطه مش نقطه الصفر بقى، احنا رجعنا بعد الصفر بشويه، بنتكلم النهارده اداء تحكيمي غير مرضي تماما لابراهيم نور الدين ورفاقه النهارده. خبرنا التحكيم الكبير كابتن جهاد جريش، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله.